نطلع من الموضوع ده لموضوع تاني. هو الحكام ممكن يطلعوا في الميديا وفي الإعلام أثناء البطولة؟ تعليمات الفيفا فين يا كابتن ناصر في الحاجات دي؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده شويه، بس هقف عليه شويه. كابتن محمد، سريعا كده نتكلم على اي عمل ناجح لابد انك انت تبتدي تشتغل عليه وتخلي اعمالك وافعالك هي اللي بتتكلم عنك. انت ما تطلعش تتكلم عن نفسك في اي مجال ناجح. ده واحد. خلي اعمالك هي اللي تتحدث عليك، سيب الدنيا كلها تقيمك، انت ما تقيمش نفسك. ده اول حاجه، ودي من اهم عناصر عوامل النجاح. بنقول عندنا نماذج كتيره جدا. لو انت مسؤول ما عندكش عوامل نجاح، خد نموذج ناجح من اي جهه، من اي مجال. عندنا مجالات كتيره جدا، عندنا الدوله المصريه بكل مؤسساتها الكبيره ونجاحاتها الكبيره والعملاقه، خد نموذج واشتغل عليه. عندنا النادي الاهلي، وانا مش هتكلم عن النادي الاهلي كتير عشان ما يتقالش ان انا واقف هنا في قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي بنتكلم على الرياضه كابتن محمد، هو افضل نموذج تقدر تشتغل عليه وتاخده كده وانت مرتاح. النادي الاهلي النهارده بنتكلم في ايه؟ في كره القدم. كل انجازاتها وبطولاتها الكبيره وكل الالعاب الكبيره كابتن محمد، النادي الاهلي ما وقفش عن كده بس، النادي الاهلي النهارده بيشارك في التنميه الرياضيه في مصر. طيب. النادي الاهلي النهارده بيعمل انشاءات كبيره جدا واستثمار رياضي كبير، بيعمل مشروعات كبيره. السؤال هنا، هل شفنا حد من مسؤول النادي الاهلي سواء عضو مجلس اداره او رئيس النادي بيطلع يتكلم يقول انا عملت او انا فعلت؟ مفيش. طيب كحكم وانت موجود في بطوله بتتبع تعليمات، هل يجوز الظهور اثناء البطوله؟ شوف، بالنسبه لي دي جديده. جديده. انا اشتغلت حكم دولي ومحاضر دولي وقعدت في الاتحاد 8 سنين. ما كانش بيحصل الكلام ده كابتن ابدا، ولا يتم منح حكم تصريح، خاصه ان احنا عندنا مشكله، ده انت عندك بطوله مجمعه. يعني عارف يعني ايه بطوله مجمعه؟ طب السؤال يا كابتن محمد، هل يجرؤ حكم ايا كان في اي اتحاد اهلي او اتحاد كوري في بطوله مجمعه تابعا للكاف او تابعا للاتحاد الدولي اثناء البطوله تقدر تطلع باي شيء عن البطوله؟ استحاله. ممنوع. يقول لك خد شنطتك وروح على طول. ممنوع. اي حكم ممنوع في الظهور الاعلامي فيما يتعلق بالمباريات، فيما يتعلق بالبطوله اللي انت شغال فيها، خاصه ان احنا كان عندنا بطوله سوبر ماتشات شغاله. هل انا النهارده ينفع اطلع الحكام واحنا مش بنقول الحكام ما تطلعش؟ لا خالص، احنا بنقول لك اطلع، ولكن في البطوله لابد ان يكون في تركيز والتزام. هروح لنقطه مهمه جدا يا محمد. تمام. نقطه مهمه جدا، اخر نقطه، هو امين عمر نجح ليه؟ ده السؤال. ده لغايه دلوقتي ما ظهرش. امين عمر نجح ليه؟ عارف نجح ليه؟ امين عمر لعب مباراه صعبه، بيها تحديات كبيره، شال مباراه كبيره جدا جدا بكل صعوبتها. ليه؟ عارف ليه؟ لان امين عمر ركز. امين عمر النهارده اشتغل على معايير الاتحاد الافريقي. امين عمر النهارده ما يقدرش يشتغل بمزاجه. وما ينفعش يطلع اعلاميا الا لما يستاذن الكاف. خالص. أكيد. خالص. عشان كده بقول امين عمر نجح وكان احد نجوم المباراه. التزم وماشي بسيستم، يا ريت كل الناس الحكام تاخد امين عمر نموذج، لان ان شاء الله نبارك له في كاس عالم 2026 هو محمد معروف وباقي طاقم التعليم.